المعارك في الشرق تبلغ مداها، يحتدم القتال حول ليسيتشانسك الاستراتيجية آخر معقل للقوات الأوكرانية في لوغانسك. المدينة الرئيسية لم يحتلها الروس بعد، هي إحدى مقاطعتين في حوض دونباس الصناعي تسعى موسكو إلى إطباق سيطرتها عليهما بالكامل. رواية وزارة الدفاع الروسية تؤكد أنها سيطرت على جميع المرتفعات حول المدينة وأحكمت بواباتها بمشاركة القوات الانفصالية الموالية لها، بينما ينفي الجيش الأوكراني ذلك ويؤكد أن مناوراته مستمرة قصد إفشال التطويق من جهتي الجنوب والغرب. معارك لوغانسك تؤذن بإحكام موسكو استراتيجيتها تجاه الشرق وتزيد الأوضاع صعوبة. الهجوم الروسي العدائي مستمر في خاركيف وميكولايف ودونباس وقواتنا تتصدى له. في ظل هذا التحول الذي يعقد حسابات الحرب، تستخدم القوات الروسية تعزيزات موالية لها مدربة على حرب المدن وتراهن عليها لتقريب ساعة الحسم. طوقنا ليسيتشانسك بالكامل وأغلقنا جميع المداخل والمخارج، ومن المتوقع أن هجوما واسع النطاق على المدينة سيبدأ قريبا. ليس في الشرق وحده تحتدم المعارك، جنوبا يشتد القصف الصاروخي البري والبحري على مدينة أوديسا موقعا قتلى وجرحى من المدنيين. مسار الحرب بدأ يأخذ منعطفا جديدا بعد سماع انفجارات أدت إلى اندلاع حرائق في مدينة بيلغرود الروسية على الحدود مع أوكرانيا بحسب حاكم المنطقة. وقبل ذلك يعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن إحباط هجمات صاروخية لقوات أوكرانية على منشآت عسكرية في بلاده، وأنه أمر الجيش باستهداف مراكز صنع القرار المعادية. هذا التحول يعزز المخاوف من امتداد الحرب إلى الجوار الأوكراني، وهو ما يعني توسع رقعتها لكن بحسابات جديدة.